السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم محمد ابراهيم. النهارده فيديو يا جماعة مهم جدا، ازاي بعمل اضاءة او لمعات اضاءة قوية جدا بالقلم الجاف. دي من اهم الحاجات ومن اكتر الحاجات الفنية في الرسم بالقلم الجاف، عشان نتعلم مع بعض ازاي برسم حاجة فيها اضاءة قوية. النهارده هنرسم بق او فم مع بعض. ارسم الفم ده. اللمعات اللي في الصورة دي هنشوف بنعملها ازاي في الرسمة بالقلم الجاف فقط. تعالوا نشوف ازاي بنعمل لمعات اضاءة قوية جامده جدا كده في الرسمه زي ما وريتكم في الصوره. ولكن قبل ما ابدا الفيديو، لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وفعلوا الجرس يا جماعه عشان يوصلكم كل الفيديوهات اول باول. ما تنسوش الدعم باللايك، ضروري جدا عشان اعمل لكم فيديو اقوى من ده. ويلا نبدا الفيديو. في نقط مهمة هركز عليها النهاردة في القلم الجاف، وهنزل لكم فيديوهات للمبتدئين في صندوق الوصف عشان يبدأوا معانا دروس الجاف. أنا عامل بلاي ليست كاملة للقلم الجاف، من أول إيه أفضل نوع قلم جاف تستخدمه لحد التظليل.